مساء الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال ومشاهدي بيروت سيتي عبر صفحات فيسبوك. أنا أحسن خليس ورواد جرمانوس معكم من المجلس الدستوري، حيث عقد اجتماع بين أعضاء المجلس الدستوري الذين اكتمل نصابهم برئاسة رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، ولم يكن من المتوقع أن يصرح أحد من القضاة بعد هذا الاجتماع، إلا أنه قبل قليل أبلغت وسائل الإعلام بأن رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب سيصرح وسيكشف عن أبرز التفاصيل المتعلقة بنتائج الطاعون في الانتخابات. هناك أكثر من نائب قدم طعنا بنتائج هذه الانتخابات. المعلومات الأولية التي كانت قد رشحت من هنا من المجلس الدستوري من مصادر غير رسمية تتكلم عن إعادة النائب فيصل كرامي نائبا في طرابلس، ولكن هذه المعلومات سيحسمها بعد قليل رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب. أما فيما يخص تلك المنطقة، هذه المنطقة نحن في الحدث في جبل لبنان، أبرز الطعون المقدمة هنا في انتخابات جبل لبنان هو الطعن المقدم من الناشط المحامي واصف الحركي الذي كان قد قدم طعنا واستجوب الخميس الماضي من قبل القاضي عمر حمزي، وكان استجوب قبل الخميس الماضي أيضا من قبل رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب. واصف الحركي الذي ينافس الثنائي الشيعي في الضاحية الجنوبية والذي هو بطبيعة الحال مرشح عن جبل لبنان كان قد قدم صورا ووثائق تتعلق بمخالفات وارتكابات قامت بها بلديات الضاحية الجنوبية كما قال، وأبرز هذه الوثائق والمستندات أمام اللجنة المخصصة للنظر بالطعن بالانتخابات النيابية هنا. أبرز الوثائق التي قدمها واصف الحركي هي تدخل البلديات بالعمل النيابي، اعتبر أن هذا الأمر هو تخصيص إمكانات المرفق العام وهو الدولة اللبنانية البلدية لخدمة أحزاب وهما الثنائي الشيعي. الأمر الثاني الذي يستند إليه واصف الحركي هو موضوع إطلاق التظاهرات وإطلاق التخوين له من قبل مجموعات اعتبرها واصف الحركي بأنها منظمة من الثنائي الشيعي، وإطلاق عليه صفة صهيوني صهيوني في أكثر من منطقة في الضاحية الجنوبية، الأمر الذي منع كثيرا من مناصري واصف الحركي من النزول والانتخاب. هذا الأمر أيضا وثقه واصف الحركي أمام المجلس الدستوري بإعطائهم الأسماء الأشخاص الذين منعوا وهددوا عبر اتصالات وعبر محادثات واتساب من الخروج من منازلهم في ذلك اليوم. الأمور التي قدمها الحركي أيضا هو نموذج، نتكلم عن نموذج هنا من نماذج الطعن في بعبدة في جبل لبنان، لأننا في منطقة بعبدة في منطقة الحدث. أيضا موضوع وصول ثلاثة صناديق إلى سرايا بعبدة، كانت هذه الصناديق مفتوحة، إضافة إلى فيديو يظهر فيه رئيس قلم وهو يضع الأصوات داخل صندوق الاقتراع، هذا الأمر المخالف لنزاهة الانتخابات. بالنسبة إلى موضوع نزاهة الانتخابات، يشدد الطاعنون في نتائج هذه الانتخابات على نقطة مهمة جدا وهي تتعلق باختصاص المجلس الدستوري، ويقولون إن هذا المجلس لديه صلاحية إبطال انتخابات، وبالتالي هذه الصلاحية هي صلاحية شاملة ليست صلاحية محدودة بإحصاء الأصوات أو بعمليات الأرقام، بعمليات حسابية تتعلق بجمع الأصوات وبالخلافات بين الأرقام بين النواب المختلفين أو بين النواب والمرشحين الذين طعنوا بهذه الانتخابات. المجلس منعقد منذ الساعة
العاشرة والنصف تقريبا، إلا أن النصاب لم يكتمل، انعقد الساعة 11، وكان من المتوقع أن يصدر بيان بعد اجتماع هذا المجلس، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر البيان. وأبلغنا منذ قليل بأن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب سيصرح لوسائل الإعلام، لذلك استنفرت وسائل الإعلام التي تنتظر خروج طنوس مشلب رئيس المجلس الدستوري. هناك متابعون أيضا يسألون عن سبب عقد المجلس الدستوري هذا الاجتماع تزامنا مع عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية. هناك متابعون أيضا يتطرقون إلى زيارة السفير السعودي وليد البخاري إلى طرابلس ولقاء فيصل كرامي المرشح الذي أيضا قدم طعنا بالانتخابات النيابية التي كانت قد جرت. من المعلوم أيضا أن هذه الانتخابات كانت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات أصدرت أكثر من تقرير عن موضوع نزاهة الانتخابات. هذه التقارير ليس لديها أي مفاعيل تنفيذية على الأرض بحسب المتابعين القانونيين، إنما هي تدرج في الأدراج الخاصة بمجلس النواب وبتاريخ الانتخابات اللبنانية، وهي توثق ويبنى عليها من ناحية صيت الدولة اللبنانية ومن ناحية نزاهة الانتخابات التي تجري في لبنان. نحن حتى هذه اللحظة ننتظر خروج رئيس المجلس الدستوري للتصريح، وأبلغنا منذ قليل بأن التصريح أيضا تأجل 20 دقيقة أخرى حتى يخرج رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب ويدلي بدلوه. طبعا نحن سنكون معكم وسنوافيكم بأبرز المستجدات في هذه اللحظات. يتم التداول حتى هذه اللحظة بصيغة البيان النهائية التي سيخرج بها القاضي طنوس مشلب إلى الإعلام. هذا الاجتماع القضائي يأتي أيضا تزامنا مع اعتكاف القضاة، تزامنا مع توقف عمل القضاة في كل لبنان تقريبا إلا فيما يتعلق بالجرائم الكبرى والجنايات الكبيرة التي تهز الأمن القومي أو الأمن المجتمعي بشكل كبير. إذن كما نرى الآن عبر عدسة الزميل رواد جرمانوس، القضاة يتحضرون للخروج بالصيغة النهائية المتعلقة بالبيان الذي سيعلن عنه القاضي طنوس مشلب. إذن أبلغنا قبل قليل بأنهم يحتاجون أيضا إلى 20 دقيقة حتى تعلن أبرز النتائج المتعلقة بالطعون. كذلك أبلغنا أيضا من مصادر رسمية أن هذه الطعون سيبلغ عنها تدريجيا، أي أنه اليوم لن يكون هناك بت بكل الطعون الانتخابية، لن يكون هناك بت بكل الطعون الانتخابية، إنما سيكون البت بشكل تدريجي لأن الطعون المقدمة هي كثيرة من كل المحافظات اللبنانية. وحتى هذه اللحظة لم تنزع صفة النيابة عن أي نائب في البرلمان موجود حاليا. في بعبدة هناك معركة محتدمة فيما يخص الطعن الانتخابي بين النائب المحسوب على حركة أمل فادي عليمي والمرشح واصف الحركي الذي كان قد قدم كل ما يتعلق بالطعن في نتيجة اختيار أو نتيجة فوز
فادي علامة نائبا في البرلمان. سنكون معكم، سنوافيكم بكل جديد، سنتابع معكم عندما يخرج رئيس المجلس الدستوري. كونوا معنا.